السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر اكتشف كي جي 1 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 1 الفصل الاول بيبر جاردن الحديقة الورقية، الحديقة المصنوعة من الورق. وطبعا ده في المحور الرابع communication يعني التواصل او الاتصال. والنهاردة ان شاء الله هنشرح اخر جزء في شابتر 1، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوصل لبيج 66 او صفحة 66 وعنوانها The Shapes of My Flower. The shapes يعني الأشكال أو الأشكال الهندسية of my flower الخاصة بالوردة بتاعتي. المفروض إن أنا عايز أرسم وردة دلوقتي يا أصحابي، والوردة دي بيبقى ليها أشكال هندسية، يعني في النص هتلاقي الوردة كده شبه الدايرة شوية، وهتلاقي كمان حواليها الأوراق بتاعت الوردة دي. الأوراق بتاعت الوردة دي ليها شيب معين كده أو شكل هندسي معين. ولو الوردة دي نازل منها العود بتاعها او الساق بتاعها او الستم بتاعها هيبقى ليه شكل معين كده، وحتى الاوراق اللي طالعة من الستم ده او الليفز اللي طالعة من الستم ده هيكون ليها شكل معين. كل ده بيديني الفلاور او الوردة، الوردة بالجزء العلوي بتاعها والستم اللي نازل منها بالليفز او بالاوراق اللي طالعة منه. فلو احنا عندنا دلوقتي بيقول لنا The shapes of my flower الأشكال الهندسية أو الأجزاء الهندسية الخاصة بالوردة بتاعتي، وبيقول لنا هنا Draw ارسم a flower وردة أو زهرة using shapes مستخدما الأشكال الهندسية and colors والألوان. فهو هنا مدينا شكلين هندسيين أو two shapes. أول shape هو شكل الورقة بتاعت النبات او الليفز اللي هي بتبقى طالعة من الستم او من الساق. فهو مدينا هنا صورة الليفز او الاوراق اللي بتبقى طالعة من الستم او الساق دي، ومدينا 4 1 2 3 4. يبقى المفروض هنرسم 4 ليفز من الساق اللي هي تحت الجزء العلوي بتاع الزهرة زي ما احنا شايفين قدامنا. هيكون عندنا الزهرة وهيكون طالع منها 4 ليفز او 4 اوراق. طب والجزء العلوي بتاع الزهرة زي ما احنا شايفين قدامنا بيبقى الجزء الداخلي بتاع الوردة او الفلاور عامل زي ما يكون دايرة، وحواليه الورق بتاع الوردة ده اللي هي شكله احمر زي ما احنا شايفين قدامنا، وهم 5 6 7 8 9 10. المفروض ان هم 6 ورقات لان هو بيبدأ من 5. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 لان هو بيبدأ من 5. يبقى عندنا الفلاور بتاعتنا نفسها ليها 6 اوراق، فهنرسم حواليها 6 اوراق. الاوراق بتاعتها الشيبس بتاعتها شكلها عامل كده. يبقى الدايرة بتاعت الوردة حواليها الشيبس الخاصة بورق الوردة اللي هو شكل. يبقى الوردة او الفلاور بتاعتنا ليها 6 اوراق وطالع ونازل منها ستيم رفيع صغير زي ما احنا شايفين قدامنا. الستيم ده طالع منه 4 ليفز او 4 اوراق من اوراق النبات. وبكده نكون عرفنا الشيبس الخاصة بالفلاور بتاعتنا. وما ننساش نلون الفلاور بتاعتنا، الورق بتاعها يكون لونه احمر زي ما هو الشيب بتاع الورقة بتاعت الفلاور لونه احمر زي ما احنا شايفين قدامنا. والورق اللي خارج من الستيم بتاعها او من الساق بتاعها يكون لونه جرين او اخضر زي ما احنا شايفين قدامنا. كده نكون انهينا حل البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 67 او صفحة 67 وعنوانها My friend's shape flower يعني الاشكال الهندسية او الاجزاء الهندسية الخاصة بصديقي. وطبعا friends هنا الابوستروفي اس دي بتعبر ان الفلاور دي بتاعت صديقي.
لان هنا اسمها لان ديت اسره الملكيه، واي حاجه بيجي بعد منها خاصه بصاحبي او بصديقي ده ملكه. فالمهم هنا وبيكلمنا اصحابي عن الورده الخاصه بصديقي او الورده اللي ملك صاحبي والاجزاء الهندسيه او الاشكال الهندسيه اللي موجوده فيها. فبيقول لنا هنا draw ارسم a flower ورده او زهره using shapes and colors، مستخدما الاشكال الهندسيه والالوان المختلفه. فانت هترسم طبعا هنا ورده تانية باشكال الهندسيه اللي انت حاببها وبالالوان كمان اللي انت حاببها. وبكده نكون انهينا page 67 ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 68 او صفحه 68 وعنوانها my drawing يعني رسمي، الرسم بتاعي. وهنا بيقول لنا draw ارسم the plant النبات you see اللي انت شايفه، look carefully انظر بعناية، look carefully انظر بعناية at the details يعني على التفاصيل. انا مدي لك هنا صورة نبات زي ما انت شايف قدامك، والنبات ده ليه تفاصيل او ليه details معينة، زي ما احنا شايفين ان النبات اللي احنا اللي موجود ده ليه فلاور او وردة وليه ستم او ساق، وكمان ليه ليفز او اوراق، وكمان ليه روتس او جذور. عايزك ترسم نبات زيه بالظبط، عنده نفس الفلاور وعنده نفس الستم ونفس الاوراق ونفس الروتس او الجذور. وبكده تكون عرفت ان انت تتابع التفاصيل بتاعت الصورة بشكل سليم وتنظر عليها بعناية كمان، وفي الاخر رسمتها بشكل سليم. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 69 او صفحة 69، وهي اخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول، بيبر جاردن الحديقة الورقية، وعنوانها كولاج يعني الفن التلصيقي. يعني ايه الفن التلصيقي؟ يعني انا لما اقولك مثلا جمع لي كل الصور الخاصة مثلا ببلانت معين او بنبات معين، انت بتبتدي تشوف الصور اللي موجودة في المجلات وفي الصحف وعلى الانترنت الخاصة بالنبات ده، وتبتدي تجمعها لي وتلزقها جنب بعض بحيث ان احنا نبقى جمعنا كل الصور الخاصة بالنبات ده. لو انا قلت لك مثلا اجمع لي كل الصور الخاصة بحيوان معين، فانت بتعمل عملية كولاج او فن تلصيقي او تجميع للصور الخاصة بالانيمال ده او بالحيوان ده، وبتشوف كل المصادر الخاصة بالصور بتاعته وتجمعها لي وتلزقها جنب بعض، ده اسمه كولاج او الفن التلصيقي او جمع الصور الخاصة بموضوع معين. فهنا البيج دي عنوانها كولاج يعني الفن التلصيقي او تجميع الصور. وهنا بيقول لنا create يعني انشئ، a collage يعني مجموعة صور ملصقة of the parts of the plant الخاصة باجزاء النبات. يبقى انت هتجمع كل الصور اللي تقدر تجمعها الخاصة باجزاء النبات، واحنا زي ما احنا عارفين وشايفين قدامنا ان اجزاء النبات هي الفلاور او الوردة او الزهرة، والستم او الساق، والليفز او الاوراق، والروتس او الجذور. فانت دلوقتي عارف انت هتجمع الصور الخاصة بالفلاورز او بالورود، وهتجمع الصور الخاصة بالستم او بالساق، وهتجمع الصور الخاصة بالليفز او بالاوراق، وهتجمع كمان الصور الخاصة بالروتس او بالجذور. وبكده انت عملت كولاج او تجميع ملصقات للصور او تجميع الصور ولزقها جنب بعض الخاصة بحاجة معينة، وهنا هي خاصة بالplant parts او باجزاء النبات. وبكده نكون انهينا شرح البيج دي، وانهينا معها شرح شابتر 1، وانهينا شرح درس النهاردة. وفي الختام اتمنى تكون استفدت. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، والاهم انك تشارك الدرس ده مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة بجد، وهتفرق معاه كتير وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك،
وعلى الجروب بتاعنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الوصف او في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.